استفدت من الكورس؟ يس. ايه استفدت من الكورس؟ ايه رايك في استاذ العام داخله؟ حلو. اوكي هتاخدي مستوى تاني ولا مش حابه؟ طبعا. بجد؟ اوكي ميرسي. اسمك ايه بقى؟ سارة. سارة ايه؟ سارة. ماشي يا سارة. اتعرف بيكي؟ انا اسمي مليانة بكير. تمام. استفدت من الكورس؟ طبعا. استفدت ايه؟ عرفت اعمل الوش بزاوية والحواس برضو بزاوية وعرفت اعمل الشعر الويف والكيرلي و بس. طيب ايه رايك في استاذ عماد؟ ايه؟ استاذ عماد ايه رايك فيه؟ حلو. بجد؟ طيب فكرت تاخد مستوى تاني؟ ان شاء الله. طيب اوكي ميرسي. تعرف بيكي؟ اسمي كان كويس. اسمك ايه؟ تمام. مبسوطة ان انا خدت الكورس واستفدت منه حاجات كتير قوي حلوه. استفدت ان ازاي اعمل الزر من الكورس والاشكال الهندسيه وعلاقتها بالملامح واعمل الشهاب بس في الكورس. استاذ عماد رايك فيه؟ بجد؟ هتفكري تاخدي مستوى تاني؟ طبعا. طيب تمام. عايز تقول حاجه تاني؟ بس.